عاجل دلوقتي حريق هائل يلتهم ناطحة سحاب في الإمارات في أبراج عجمان. يعني أنا كنت مستنية إن هم يقولوا لي خبر عاجل من الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يبدو إنه في مشكلة كمان في الإمارات زي الصورة اللي قدامنا، وبالمثال حضراتكم بشكل مباشر من هناك. طيب خلونا نرجع للأخبار، وهتكون الصور معانا موجودة برضو من الإمارات، وكمان هيكون معانا صور لو جد جديد من الولايات المتحدة الأمريكية بعد إطلاق النار في الكونجرس. يعني هنتابع مع حضراتكم الجديد هنا والجديد كمان في الولايات المتحدة، وهنتابع بالصور ونعرف برضو آخر التطورات هناك. نرجع بس للصحافة اليوم، ومن نوعية الأخبار كمان اللي كانت منشورة